بغداد، القاهرة، البصرة، الإسكندرية، جدة، دبي، مدن عربية تخيل أن تستيقظ يوما ولا تجدها. الأمر لن يبقى خيالا بعد نحو 80 عاما، حال استمرت التغيرات المناخية جراء الاحتباس الحراري، عندما ستزحف مياه البحر جراء ذوبان جليد القطبين لتقضي على البشر. دولة عربية بأكملها ستختفي مثل جزر القمر. المنطقة العربية لن تكون وحدها في سيناريو انقراض المدن، بل يشاركها الكوكب بمناطق متعددة وكثيرة. فهولندا كلها لن تكون على الخارطة، والولايات المتحدة سيتحول كثير منها للولايات الغارقة، كما هو حال دول أخرى على امتداد قارات الأرض. كثير من الحيوانات أيضا سنفتقدها، حيث لا أسماك ولا حيتان ولا زرافات ولا فيلة. وعند الصباح، إن بقيت على قيد الحياة ولم تغرق مع مدينتك، لا تفكر بفنجان قهوتك الصباحي، لأن البن سينقرض، كما هو حال العسل والشوكولاتة اللذان سيختفيان من حياتنا أيضا. الاحتباس الحراري هو القاتل المتسلسل الذي يقترب منا كل يوم خطوة. فكيف يحدث الأمر؟ وما هي أسبابه ونتائجه؟ وهل هناك أمل لعدم انقراض الحياة على وجه الأرض؟ الموت المضحك. خلال أكثر من نصف قرن بقليل، وتحديداً 80 عاماً، ما نعرفه اليوم من العالم سيتغير سريعاً جراء التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري. ورغم أن 12 من ديسمبر 2015 ما زال يوماً تاريخياً في مكافحة تغير المناخ بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ كأول اتفاقية عالمية ملزمة قانونياً بخفض الانبعاثات لإبقاء معدل ارتفاع درجة حرارة الكوكب دون درجتين مئويتين مقارنة بقيم ما قبل العصر الصناعي، إلا أن تخلي دول عدة عن التزاماتها مثل الولايات المتحدة واستمرار النشاطات اليومية المؤذية للإنسان جعلت الاحتباس الحراري يستمر بالتلويح بقتل الأرض مدفوعا بغازات تعد السلاح القاتل له، على رأسها ثاني أكسيد الكربون كأكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كونه مسؤولا عن أكثر من 65% من الاحترار الناجم عن الغازات الدفيئة. لكنه ليس الوحيد، فهناك أيضا الميثان وأكسيد النيتروز. وبالوقت الذي تركز الجهود الدولية على غاز ثاني أكسيد الكربون بفرض ضرائب على الكربون واتخاذ إجراءات للحد من استخدام الوقود الأحفوري، تتراكم غازات أخرى في الغلاف الجوي لتزيد الاحترار العالمي في غفلة من الإنسان. ووفق منظمة تعقب نشاط الكربون الدولية، دراسة بحثية لجامعة بيرن، فإن غاز الميثان المسمى غاز الضحك لا يدعو للضحك أبداً، بل ربما للبكاء، فهو صاحب التأثير الأكبر على المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وينتج عن تحلل المواد العضوية في البيئات الخالية من الأكسجين. كما يتسبب ذوبان الجليد السرمدي بإطلاق كميات كبيرة من الميثان، ويتكون الميثان بنسبة 40% تقريبا عن طريق العمليات الطبيعية، فيما نسبة 60% المتبقية مصدرها بشري وترتبط بالأنشطة الزراعية، خاصة تربية الماشية ومعالجة النفايات وصناعة الفحم والنفط. حتى أن دراسات الصندوق العالمي للطبيعة توصلت إلى أن تجشؤ الأبقار وإنتاج الأعلاف يسهم في الاحتباس الحراري. أما غاز أكسيد النيتروز، ويطلق عليه أيضا غاز الضحك كما الميثان، ينتج أساسا بفعل الزراعة المكثفة التسميد، إضافة لاحتراق الوقود الأحفوري وبعض العمليات الصناعية. ورغم أن تركيزات الميثان وأكسيد النيتروز أقل من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن أثرهما في الاحترار العالمي أعظم بكثير، إذ إن طاقة التسخين لغاز الضحك أعلى 265 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أن تركيزات غازي الضحك في الغلاف الجوي
في تزايد مستمر، حيث ارتفع معدل تركيزهما بنسبة 26% للميثان و 23% للنيتروز قياساً بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. الدول تغرق. درجات الحرارة المتزايدة كل يوم جراء الاحتباس الحراري تسرع وتيرة ذوبان الجليد بالقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، وبالتالي ارتفاع منسوب البحار والمحيطات إلى الدرجة التي ستغرق معها دولاً بأكملها، فيما تزداد درجات الحرارة العالمية ببقية البقاع ويتغير المناخ إلى الأبد. موقع وورلد أطلس لم يستطع أن يكون متفائلاً عندما أكد أن مياه الجليد ستتدفق داخل البحار والمحيطات متسببة في ارتفاع منسوب مياه البحر، ما يهدد أمن وسلامة 52 دولة ويودي بحياة ملايين البشر، كما أن ملايين العائلات ستجبر على إخلاء منازلها والهجرة من دول ستغرق في المحيط، بينها بلدان هي الأكثر تهديداً بالاختفاء عن وجه الأرض مثل بنغلاديش الواقعة جنوب شرق آسيا، وعدد سكانها حوالي 163 مليون نسمة، وجزر المالديف الواقعة غربي الهند، وتتألف من 1100 جزيرة، نظراً لكونها أدنى الجزر في العالم على ارتفاع 4.2 متر عن مستوى سطح البحر، وما ينذر حقا بالكارثة التآكل الكبير في الشواطئ مؤخرا. وتعد جزر القمر الدولة العربية الوحيدة المهددة بالاختفاء تماما عن وجه الأرض، إذ إنها تقع بين دولتي مدغشقر وموزمبيق قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، وقد عانت مؤخرا من فيضانات دمرت الشعاب المرجانية ودمرت المحاصيل، فيما تعد توفالو وكيريباتي المشكلتان من جزر في المحيط الهادي الدولتان المرشحتان للاختفاء قريبا قبل أي دولة أخرى. وفي أوروبا يبدو أن الدول المنخفضة ستودع الخارطة أيضا، مثل هولندا التي ستختفي بمجرد ارتفاع منسوب المياه، كما سيكون الوضع مماثلا بالنسبة للدنمارك وبلجيكا. مدن أطلانتس. تقرير نشره موقع البنك الدولي بعنوان ماذا يحدث في حال ذوبان ثلوج القطبين لم يكن أكثر تفاؤلاً من بقية الأوراق البحثية الأخرى، عندما أحيا أسطورة حضارة أطلانتس المدفونة تحت مياه المحيط بالحديث عن مدن كثيرة مهددة بالغرق أو الاختفاء تماماً عن الخارطة، بينها مدينتان نيويورك وبوسطن الأمريكيتان، حيث ستغمر المياه المدينتين ليصبح من المستحيل العيش فيهما، فيما ستختفي ولاية فلوريدا تماماً ويغرق الساحل الأمريكي تحت المياه. وفي أمريكا الجنوبية لن يكون هناك أثر لبيونس آيرس في الأرجنتين وريو دي جانيرو في البرازيل، وفي أوروبا سيكون الوضع أكثر مأساوية، فمدينة الضباب لندن ستغرق، كما ستختفي مدينة البندقية من خريطة إيطاليا، وفي آسيا ستغرق مدن كبرى شرق الصين وفي الهند واليابان، وعربيا لن يكون الاحتباس الحراري أكثر رحمة، إذ إن ذوبان الثلوج وارتفاع مستويات المياه سيزيدان منسوب المياه في نهري دجلة والفرات ونهر النيل، ما يهدد بغداد والبصرة والقاهرة، كما أن مدنا ستبتلعها المياه مثل الإسكندرية وجدة ودبي. وبالنظر إلى توقعات معهد وورد واتش الأمريكي، فإن مترا واحدا فقط من الماء يمكن أن يؤدي إلى غرق جزر المالديف ومدن ساحلية مثل الإسكندرية. وبحسب المعهد فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد 33 مدينة حول العالم، بينما أكثر من 150 مليون شخص معظمهم في آسيا يعيشون على ارتفاع متر واحد فوق مستوى سطح البحر، ما يعني حدوث مجزرة حال ارتفاع مستوى مياه البحار إلى مترين أو 10 أمتار. فكيف سيكون الحال إذا ما وصل الارتفاع إلى 66 متراً بحسب الرقم المتوقع في حال الذوبان الكامل لجليد القطبين؟ لا قهوة ولا شوكولاتة.
تأثيرات الاحتباس الحراري لا تؤثر فقط على خارطة العالم، بل على أطعمتنا التي باتت أيضاً مهددة بالانقراض. فإن كنت من محبي الشوكولاتة، لن يسرك أن ارتفاع درجات الحرارة سيمحو أشجار الكاكاو في غانا وساحل العاج، ما يعني اختفاء الشوكولا. ومصير قهوة الصباح لن يكون أفضل إذا عرفت أن حبوب البن ستنقرض تماماً، إذ إن 38 من مناطق زراعة البن حول العالم قد تصبح غير صالحة بحلول عام 2080. وعلى الرغم من أن درجات الحرارة المرتفعة تمثل بيئة مناسبة لنمو الموز، إلا أن الاحتباس الحراري يجعل مزارع الموز فريسة لمرض يسمى Tropical Race 4، ما يهدد وجود أي موزة على سطح الأرض بشكل نهائي. أما العسل فلن نجده نهائياً في المستقبل القريب، بالتزامن مع انخفاض أعداد النحل يومياً ومواجهته خطر الانقراض نتيجة للتغيرات المناخية. تأثيرات احترار الكوكب على المحيطات تشمل أيضاً زيادة الحموضة بمياهه، ما سيؤدي في النهاية لانقراض أنواع كثيرة من السمك وبشكل نهائي من العالم. الحيوانات كما كل كائن حي على ظهر الكوكب لن يسلم من التغير المناخي، فالحيتان لن تكون موجودة في عام 2100 حال استمر ازدياد الاحتباس الحراري، فهي تعتمد على درجة حرارة معينة في المحيط من أجل التكاثر والهجرة. ويبدو أن احترار الأرض جاء ليضاعف مصيبة الفيلة الآسيوية المهددة بالانقراض أصلاً، فمع الاحتباس الحراري لم تعد البيئة مناسبة لتكاثر هذه الفيلة المعتادة على الطقس غزير الأمطار. أما الزرافات التي انخفضت أعدادها بنسبة 40% في 30 سنة الماضية، تواجه اليوم خطراً مضاعفاً بالانقراض نتيجة التغيرات المناخية التي قضت على المصدر الرئيسي لغذاء الزرافات، وهي أشجار الصنت. حتى أسماك القرش باتت مهددة بالانقراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حموضة المحيطات، ما يغير النظم الأيكولوجية التي تعتمد عليها أسماك القرش من أجل الحياة. القردة أيضاً ستعاني خلال الأعوام المقبلة، ويبدو أن الأنواع الكبرى منها لن تصمد حتى عام 2100 نتيجة التغيرات المناخية والتي ستؤثر بشكل أساسي على الغابات. كيف ننجو؟ بحسب دراسات الأمم المتحدة، فإن ذوبان ثلوج القطب الشمالي أقل تأثيراً على حياة البشر من تأثير ذوبان ثلوج القطب الجنوبي، إلا أن مجموع الذوبان سيرفع مستوى المياه في البحار والمحيطات نحو 66 متراً عن مستواها الحالي، بعد أن تسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال 100 عام الأخيرة إلى ارتفاع مستوى المياه بمعدل 15 إلى 20 سنتيمتراً. كما أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري مع ارتفاع استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى زيادة درجات الحرارة العالمية من 4 إلى 6 درجات بحلول عام 2100، ما يعني عواقب كارثية بينها الجفاف الشديد والفيضانات الكبرى وموجات الحرارة المدمرة والعواصف الشديدة. بينما أكثر المتورطين بأعدام الكوكب جراء الاحتباس الحراري بحسب إحصاءات موقع ستاتيستا هي الصين، التي تعد أكبر دولة تنتج ثاني أكسيد الكربون بالتسبب في انبعاث 28.21% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذا الغاز، تليها الولايات المتحدة بنحو 15.99%، ثم الهند بنحو 6.24%، وروسيا بنحو 4.53%، تليها اليابان بنحو 3.67%، وألمانيا بنحو 2.23%، فكوريا الجنوبية بنحو 1.75%، ثم إيران وكندا بنحو 1.71%.
وما زالت الحلول المتاحة للبشرية لتفادي اندثارها تتركز حول تقليل انبعاث الغازات الدفيئة وتبني مشروع تشجير ضخم وتقليل معدل ذوبان الصفائح الجليدية، مع الابتعاد عن حرق الوقود الأحفوري بجميع أنواعه، خاصة في النقل عبر استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المتجددة مثل الشمس والهواء والماء، إضافة إلى تقليل النفايات عبر اختيار منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، واستخدام وسائل العزل في الجدران والأسقف للتقليل من استخدام الطاقة في تكييف الهواء. كما يعد استبدال مصابيح الإضاءة العادية بمصابيح فلوريسنت المدمجة مهماً لمحاربة الاحتباس، كونها تدوم لفترة أطول بعشر مرات وتستهلك مقداراً أقل من الطاقة بمقدار الثلثين. كما أن خفض التسميد وتغيير تغذية المواشي إضافة إلى تقليل تناول اللحوم سيلعب دورا مهما في حماية الكوكب من الانقراض على يد الاحتباس الحراري. وأنت، هل لديك سلوكيات يومية تعتقد أنها خطر على الكوكب؟ وهل فكرت يوما بتغييرها؟